مقابلك انت صعيبه. نحب نقول الشوط الاول اللي نزيد مندخلوه للنسيان، نجم نقول لك اول شوط اول اللي انا مشرف عليه اللي ما عجبنيش بدايه، دونك راه في بوكو دو فوت بوكو دو ديشي. الحمد لله دوزيام ميتون ما قعدناش نستناو، دخلنا ملاعبيه اللي عاونونا ياسر، حفيدي دخل، بن حليب دخل، دونك دي جوار اللي عمر كيف دخل، وبعدش دخل متولي الشيخ نلقاو الليكيليبر بتاعنا. اما هذه اللي حاجه اللي فرحتني هي الجمعيات الكبار، قوه شخصيه الجمعيه، وان الاخر دقيقه وهي من نمبر واحد اللي باش تربح الماتش. ودونك الحمد لله الماتشات هذوما قلت الملاعبيه بتاعي سته نقاط خسرناهم ضد جمعيات اللي يلعبوا على تفادي النزول. اليوم ما نجموش نعاودوا نفس الشيء اللي صار مرتين، يعني من كل جمعيات طلب على تفادي النزول ونخليوا دوبنا وراهم.